اختتمت الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اختتمت أعمالها بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراسم توقيع محضر اجتماعات الدورة. وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الأردني وزير الدفاع بشر الخصونة شهدا توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وهيئة الإعلام بالأردن لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الإعلام. هذا وتضمن البروتوكول التعاون في عدة مجالات، في مقدمتها وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات الحديثة وتنظيم الإعلام الإلكتروني والتعاون في مجال إعلام الطفل وتعزيز التعاون الإعلامي في صياغة رؤى لمواجهة تحديات الإعلام العربي.